السؤال الآخر يقول: عندنا في بلدنا يزرع الناس القطن والحبوب، حبوب القمح ونحوها، وعندما أحتاج أذهب إلى غيري ممن عنده نقود فأخذ منه مبلغ 20,000 ليرة على طن من القطن في نهاية الموسم، فيأتي الموسم وأعطيه ذلك القدر، علما أن الحكومة وضعت سعرا ثابتا للقطن هو 30,000 ليرة، وكثير من الإخوة هناك يجيزون هذا بحجة شيء معلوم إلى قدر معلوم، وأنا أناقشهم ولكن ليس عندي علم كاف، غير أن قلبي وضميري غير مرتاحين لهذا الأسلوب الأعوج، هل تعاملهم هذا صحيح أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أصل هذا التعامل حلال إذا سلم الثمن في مجلس العقد، هذا يكون من باب السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بشرط أن يكون الأجل معلوما وأن يكون المسلم فيه منضبطا بالصفة كما قرر ذلك أهل العلم، فهو من العقود المباحة والحمد لله وليس فيه حرج. نعم.